مرحبا بكم في قناة الأكل ثقافة. مطعم سرايا للمشاوي. قصر من قصور الشواء، تجد نفسك في حيرة أي الأطباق أشهى وأفضل من الآخر، ثم في الأخير تختار الطبق الذي يحتوي على تشكيلة من كل أنواع اللحوم المشوية، لأنك لا تريد أن يفوتك شيء طالما أنت موجود في قصر الشواء، وهذا ما يفعله جل زبائن المطعم. زد عليه تشكيلة متنوعة من المعجنات وطعم الخبز الذي لا تجده في مكان آخر. يقع المطعم في مدينة يوتوبوري، العنوان تجدونه في صندوق الوصف.